نختم وإياكم مشاهدين الكرام هذه الجولة في أعمدة الرأي والمقالات من أخيرة صحيفة الصيحة، ونقرأ لرئيس تحريرها النور أحمد النور في زاويته الراتبة حروف ونقاط، والتي كتب فيها تحت عنوان رمال السياسة. ابتدر زاويته وقال: زار الخرطوم مؤخرا الوسيط الإفريقي ثاب مبيكي في إطار مهمته لتقريب مواقف الفرقاء السودانيين، وذلك عبر إقناع القوى الممانعة والتحضير لجولة جديدة من المحادثات بين الحكومة ومتمردي الحركة الشعبية قطاع الشمال لتسوية النزاع في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. جولات إمبيكي المتكررة إلى الخرطوم لم تعد تنال اهتماما لأنها لم تحقق اختراقا حقيقيا في قضية السلام، والحمد لله أن زيارته تباطأت في الفترة السابقة بسبب نقص التمويل حسب تبريره لبعض القوى التي التقاها في زيارته الأخيرة. ومضى إلى أنه ارتفع سقف توقعات الشعب السوداني بعد توقيع قوى نداء السودان على خارطة الطريق الأفريقية، وظن قطاع واسع أن مجرد التوقيع يعني نهاية الحرب وبدء مرحلة جديدة عنوانها السلام والاستقرار. وأشار إلى أن التطورات الإقليمية والدولية توفر فرصة ثمينة لتحقيق تحول سياسي في السودان باستيعاب قوى فاعلة ومؤثرة وتسريع تنفيذ مخرجات الحوار بصدق وشفافية لإحداث تغيير سلس، وهذا ما يمكن استثماره. وختم قائلا: حتى لا تضيع على البلاد فرصة يمكن ألا تتكرر، فرمال السياسة المتحركة وتقديرات المجتمع والدولة غير مستقرة.